أنا لسه راجعة من برا وحصل لي أسوأ موقف ممكن أي بنت تتحط فيه. تمام، أنا وأنا في الأتوبيس كنت راجعة من التمرين، واحد اتحرش بيا كان قاعد في الكرسي اللي ورايا، وحسيت في الأول إن في حاجة غريبة. قمت ورحت قعدت في الكرسي تاني، لقيته جاي ورايا، وبعد كده راح جاي معدي ايده من جنب الكرسي ولمسني وحط ايده عليا، ولما جيت انا اسمي كنزي وائل، عندي 18 سنة، انا بدرس، انا سنة اولى اعلام في جامعة القاهرة. كنت راجعة من التمرين، وكنت يعني كنت مستن واقفة مستنية محطة الاتوبيس. ركبت وخلاص انا مروحة على البيت، انا ركبت الاتوبيس ويعني ولقيت كرسي فاضي ورحت قعدت عليه. تمام، فانا يعني ما مركزتش مين ورايا او كده. بعد كده لما جيت، لما يعني قعدت وخلاص، وبعد كده حسيت ان في فرق في الكرسي، حسيت ان حد عمال بيخبط في كرسيه، فانا رحت جيت قمت ورحت قعدت على الكرسي، يعني كان في اول كرسي فاضي خالص، رحت قعدت عليه. بعد كده هو لقيته راح جاي ورايا، لقيته بعد كده فضلت يعني هو بالظبط دقيقتين، يعني ما عداش دقيقتين لقيته قاعد، يعني بعد ما قعد ورايا لقيت احنا انا قاعدة على كرسي واحد، اللي هو الكرسي الواحد بس، لقيت معدي ايده ما بين الشباك والكرسي، ولقيته راح حاطط ايده عليا. تمام، رحت وقمت ورحت صوتت وقلت له حضرتك قلت له انت بتعمل ايه وكده، قال لي انا بعملش حاجة انا راجل كبير، وراح ماشي بسرعة يعني عشان ما حد يعني ايه هيطلع يجري. تمام، راح في ولد كان قاعد جنب السواق قدام، لقيته راح معدي على طول، يعني انا لقيته فجأة قدامي، انا معرفش طبعا اللي حصل، انا لقيته فجأة قدامي ومسكه. هو الراجل ده كان عمال بيشد في الباب عشان يخرج منه، والولد مش راضي يسيبه ماسكه. راح جاي هما، يعني الولد ما لقاش حل غير ان هو ياخده ويقع بيه بره الاتوبيس. راح جاي هما الاثنين راحوا واقعين بره الاتوبيس، لا من الباب، راحوا قاعدين هما الاثنين من الاتوبيس وثبتوا عشان ما يهربش. راحت الناس كلها طبعا اتجمعت على الصويت اللي انا فضلت اصوته، وبعد كده كلمت بابايا واخواتي وجولي. بعد كده قبل ما يجولي اساسا الناس كلمت البوليس عشان تيجي تاخده، وفعلا جت، يعني بعد ما بابايا جه الناس ابتدت تمشي خلاص. وبعد كده فعلا رحنا بعد كده على اسم المعادي، وهناك اعترف ان هو اتحرش بيا. بعد كده تاني يوم اللي هو امبارح،
رحنا النيابة. هناك جابوا له محامي، والمحامي تفاوض بس ما يعني هنتفاوض في ايه. يعني قاعد يتكلم مع بابا، وكان عايز يعني ان هو يتفاوض، فاكيد التفاوض كان عايز ان احنا نتنازل. بابا اصلا ما رضاش يسمعه خالص. بعد كده جينا المحامي طبعا كان قاعد جنبه طول الوقت، وطبعا عمال بيحفظ، احنا شايفينه عمال بيحفظه يدخل يقول ايه جوه، وده ولقيناه داخل جوه، ويعني هو في يعني ماسك منديل وحطه على دماغه عشان يقول ان احنا ضربناه. احنا محدش لمسه، ما انا ولا ضربته ولا اهلي، محدش حرفيا جه جنبه ولمسه. هو راح جاي ماسك زي منديل كده وحطه على دماغه عشان يخش يقول جوه للوكيل النيابة ان احنا ضربناه بس. وبعد كده وكيل النيابة حوله على الطبيب الشرعي واداله 4 أيام على زمة التحقيق. هو الشاب ده اساسا يعني هو عنده مشكلة في ظهره، ومفروض يعني احنا الواقعة دي حصلت اول امبارح. هو امبارح كان عنده عملية في ظهره، وبالفعل هو راح وعمل العملية. الشاب ده اساسا اول امبارح كان ماشي عمال بيعرج وجسمه كله متبهدل وايده دم، عشان بس يقدر ان هو يمسكه عشان ما يهربش. عمره 38 سنة. مركز العياط. انا مش عايزة غير اني اخد، يعني انا مش طالبة غير ان بجد اخد حقي منه. انا مش طالبة والله العظيم اكتر من كده. اصل انا بجد ما ينفعش. وفي ناس كتير تقول لي انت عامله كل ده عشان لمسك انشام. طب انتوا مستنيين اعمل ايه؟ يعني انا عايزه حقي، انا عايزه اقصى عقوبه ياخدها، اقصى حاجه، لان حرام. المواقف دي بتتكرر كتير جدا، انا اتكررت معايا كتير جدا، بس مش لدرجه اللمس، كلام وقله ادب، والواحد خلاص بيسكت وبيفضل يعيط وبيسكت وبيعديها. لكن تيجي لحد اللمس، ولمس في اماكن ما ينفعش. ازاي يا جماعه عايزيني اسكت؟ في انتقادات، وفي ناس قالت لي انت بتعملي كده عشان عايزه تتشهري، وانت بتحاولي تفضحي نفسك، وكلام. انا اقسم بالله انا اتصدمت. طبعا ده ما يمنعش ان في ناس كتير جدا دعمتني بطريقه كبيره جدا، كان دعم كبير جدا في الفيديو اللي انا نزلته، بس هو للاسف انستجرام شالته، مش عارفه شالته ليه. بس في ناس كتير جدا دعمتني، وفي ناس قالت ان انا بحاول اتشهر وبحاول اخد الترند. انا لبس ايه؟ انا كنت حرفيا راجعه من التمرين اساسا، كانت يعني كنت متبهدله جدا. انا كنت لابسه جاكيت طويل وبنطلون، وكنت يعني ولما شعري يعني ولابسه كمامه. انا كنت ده ما كانش فيه اي حاجه، يعني ده ما كانش فيه غير مثلا ايدي وشعري مثلا اللي هم باينين، لكن انا كنت ما كانش باين مني حاجه خالص. وعلى فكره ده مش مبرر، الموضوع بيأثر نفسيا. والله العظيم انا اليوم ده ما عرفت انام. الموضوع والله العظيم ببقى نفسيا لما اجي افتكر حاجه زي دي بس بيصعب عليا نفسي. ليه حد زي ده يجي يعمل اي حاجه وحشه زي دي؟ حرام حرام والله العظيم. انا اساسا انا في الشارع فضلت انهار وعيط بانهيار. انا كان هيجرى لي حاجه من كتر العياط والصويت، عماله بصوت بجد. ولما حتى رجعت البيت انا صعبت عليا نفسي. ليه؟ والله العظيم انا كنت تعبانه جدا، والله ما كنت عارفه انام. اسرتي كانت بتدعمني جدا، يعني هم اللي شجعوني اني اروح اعمل محضر في الاسم واني اكمل فيه، لان ده حقي. انا ما جيتش اتبليت على الراجل، انا بطالب بحقي بس. اشترك في القناة وقم بتفعيل زر الجرس ليصلك اشعار بالفيديو الجديد.